تسلم عددا من مستفيدي برنامج سكني وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع ديار السعد، والذي يأتي ضمن 16 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض. توفر المشاريع 16 نحو 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، وتتمركز معظمها في ضاحية الجوان السكنية التي تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.